أنشاص عبد العبور، أنشاص أم الصاعقة المصرية. وأنا طفل كنت بصحى على الصيحة بتاعت أبطال أكتوبر، صاعقة كانت الجيوب بتوعها عملوا مني شاعر وطني من الطفولة. بتقولي أنا شاعر وطني من إيه يا أستاذ وليد؟ لأن أنا عبد أنشاص كنت أروح أشوف العسكري بيفط في المية الساعة 5 في الشتاء، المية تلج والناس دايما تحت البطاطين والعسكري بيزح وبيسمي وبيزح في المح وفي المية وفي الجو وفي البحر وفي الطيران. أنشاص تقول لي وطنية؟ أنا محصول وطنية يا أستاذ وليد، أنا في الوطنية أعلى من الكوميدي. والله يا جماعة احنا ما عارفين يعني نقول ايه في شخصية عمرو إبراهيم. فعلا الراجل فعلا أثر فينا،